أعود إلى ضيفي عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات. مرحبا بك يا سيد عماد، حدثنا عن أول ساعات انتخاب الاقتراع العام، هل رصدتم أي خروقات حتى هذه اللحظة؟ نعم، بعد أن استقبلت محطات الاقتراع الناخبين عند الساعة 7 صباحا لحد الآن لم نسجل أي خرق يذكر، سواء كان هذا أو أي خلل فني في محطاتنا أو في عمل موظفينا، وأيضا لم نسجل أي خرق في المراقبة اللي موجودة داخل المحطات من قبل المراقبين، سواء كان للكيانات أو لمنظمات المجتمع المدني، وأيضا لحد الآن لا تذكر في وسائل الإعلام أي خروقات أو سلبيات شهدتها العملية. الأمور تسير بالشكل الطبيعي وتنفيذا للإجراءات والأنظمة. إضافة إلى هذا، اليوم قواتنا الأمنية لها الدور الكبير في عملية حركة الناخبين وتوجههم إلى مراكز الاقتراع، لأن بعض الناخبين كل محل سكنهم بعيد عن مركز الاقتراع، واليوم الحركة وعدم وجود قطاعات سهلت أمر وصولهم. أيضا اليوم المفوضية لديها سجلت حالات إيجابية كثيرة، منها التواجد للمراقبين، وبلغ عدد المراقبين ما يقارب 495,000 لمراقبي الكيانات والتحالفات، وهنالك 320,000 من مراقبي منظمات المجتمع المدني. أيضا تواجد إعلامي كبير في كل المراكز الإعلامية اللي حددها المفوضية، والبالغ عددها 143 مركز، وهذا الإعلام محلي ودولي. سجلنا ما يقارب 300 إعلامي دولي ينقل الأحداث، وأما الإعلاميين المحليين تجاوز عددهم 2000 إعلامي، وبذلك تم تغطية العملية الانتخابية في كل المحافظات المشمولة بالانتخابات. طيب سيد عماد، شبكة شمس لمراقبة الانتخابات تحدثت عن وجود عطل وخروقات في بعض الأجهزة في الناصرية، مثلا في محافظة الناصرية، لديكم معلومات عن هذه النقطة وكيفية التعامل معها؟ نعم، العطل اللي شخصوا لك إياه بالنسبة للمنظمة عين أو شبكة عين، في الحقيقة لدينا فرق صيانة موجودة منتشرة في كل مراكز الاقتراع، وكل خلل فني أو عطل فني يتم إصلاحه في لحظة حدوثه، وأيضا هذه الاستمرارية في كل مراكز الاقتراع الحمد لله، وأيضا تم متابعة هذا الأمر وتم إنجاز العمل، والآن هذه الأجهزة تسير بالشكل الطبيعي. كيف سيتم التعامل مع هذه الأعطال في حال تكررت في مناطق أخرى ومحافظات أخرى؟ لديكم استعداد كامل للحد من هذه الأعطال؟ نعم عزيزي، احنا الآن فرقنا موجودة في كل مكاتب المحافظات وفي كل مراكز الاقتراع، وتكون متواجدة في مكان حدوث الخلل لا سامح الله، وبذلك لدينا حرص شديد في هذا الأمر. إن حدث خلل في جهاز معين أو عطل أو توقف، فإن عملية إنجاز إصلاح هذا الخلل تكون سريعة ومعالجة سريعة ضمن خطة عدتها المفوضية للجانها الفنية العاملة على ذلك. ما هي الخطوات التي تتخذ في مثل هكذا خروقات أو أعطال قد تتكرر في هذا المشهد؟ تعلم ما حدث في الاقتراع الخاص، هناك مخاوف من تكرارها خلال هذا اليوم. نعم، ما حدث في الاقتراع الخاص لن يتكرر إن شاء الله في الاقتراع العام. بالنسبة لإجراءاتنا مع الاقتراع الخاص كانت إجراءات المفروض ترسل اطمئنان وليس تخوف، لأن إجراءاتنا ضمن القانون، وتم نقل الصناديق اللي لم ترسل نتائجها، ورح نتعامل معها بإجراءات فنية عالية بحيث تؤدي إلى الحفاظ على الأصوات الموجودة داخل هذه الصناديق، وأيضا سحبها إلكترونيا، وبعد ذلك إجراء عمليات العدو الفرز ومطابقة هذا الأمر واعتماد على نتائج مراكز التدقيق. اليوم إن شاء الله الأمور تسير بشكل طبيعي لحد الآن، وبالنسبة للخروقات العطل الأجهزة لا يعتبر خرق، وإنما الخروقات تطلق على اختراق الأنظمة وعدم الالتزام بالقانون،
داخل عملية الاقتراع في المحطات أو مراكز الاقتراع، وهذا ما لم نسجله لحد الآن والحمد لله. نعم، رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات سيد عماد جميل، أنا أشكرك جزيل الشكر لكل ما تفضلت به.